سنتواصل وإياكم في برنامج صباح الخير، وبالتأكيد في هذه الفقرة والحديث مع المحلل السياسي والمتابع للشؤون الإسرائيلية السيد فؤاد اللحام حول ما يتعلق في الوضع الراهن. يعني بداية، يسعد صباحك سيد فؤاد. صباح المشاهدين. صباح الخير. صباح الخير لك. بداية، رغم اختلاف المصطلحات في وصف ما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سواء بالصمود أو الانتصار، ماذا تقرأ في الوضع الراهن؟ أنا أعتقد بأن هذا السؤال جانبين، هناك مسؤولية أو جانب فلسطيني في الإجابة على هذا السؤال، وهناك الشق الإسرائيلي. فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، أعتقد بأن صفحة ما بعد العدوان هي أصعب من وجهة نظري من صفحة العدوان ذاته. رغم المرارة والدم والقتل الذي تعرض له شعبنا في قطاع غزة، ما جرى في قطاع غزة، أنا من وجهة نظري إسرائيل لم تشن حربا على قطاع غزة، شنت مجزرة مذبحة بما تعنيه الكلمة. مذبحة ضد البشر، مذبحة ضد البنى التحتية، مذبحة ضد الأبنية. هناك عشرات آلاف الفلسطينيين من أبناء شعبنا مشردين، لا مأوى لهم ولا سقف ولا تحت السماء يقيهم حر الصيف. هذه المعضلات، هذه الأزمات الإنسانية تلقي على عاتق السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية مسؤولية ضخمة لا تقل عن مسؤولية الدفاع عن قطاع غزة الذي تولته أثناء العدوان. هذا فلسطينيا. إسرائيليا، أنا أعتقد أن الإسرائيلي الأزمة الذي يعيشها لا تقل ضراوة، ولكن بمضامين مختلفة ومفاهيم مختلفة. الإسرائيليين حتى هذه اللحظة بالنسبة لهم الحرب لم تضع أوزارها. بمعنى أن سكان جنوب إسرائيل حتى هذه اللحظة لم يعودوا إلى بيوتهم، وبعضهم لا زال يرفض العودة. افتتاح العام الدراسي لا زال يشكل معضلة كبيرة في مناطق الجنوب، وهناك مدن كبرى مثل مدينة بئر السبع وعسقلان لا زالت ترفض فتح هذه المدارس بحجة أن الوضع الأمني لا يسمح وأن المدارس غير مؤهلة أمنيا. هناك الكثير من كيبوتسات ما يسمى بغلاف غزة هي فارغة من سكانها، ولا زال سكانها مقيمين داخل الحدائق العامة يرفضون العودة إليها. بمعنى رسميا لا زالت الحرب أيضا هناك لم تضع أوزارها. هناك الكثير من المشاكل، لكن مع فارق في النوعية وفارق المضامين وفارق في القوة الاقتصادية التي تسمح لإسرائيل طيب. أستاذ فؤاد، على عكس قطاع غزة. نعم أستاذ فؤاد، متابعة أيضا للشأن الإسرائيلي، نتنياهو لربما أعاد مقتطفات كثيرة من خطاب الحرب في العام 2012، ولكن على الرغم من الانتكاسات والصورة السيئة داخل إسرائيل بمجموعة الخلافات بين كافة الأطراف، ما زال نتنياهو يحصل على 52% في استطلاع صحيفة يدعوت أحرنوت. هل نتنياهو سينفذ من هذه الفعلة، أم أن الجمهور الإسرائيلي سيحاسبه على عدم إنجازه لشيء في هذه الحرب الأخيرة؟ أنا أعتقد بأن الاستطلاعات هناك، والاستطلاع يمكن قراءته في كثير من الأحيان تحديدا في هذه الحالات وفقا للجهة التي تنظمه. يعني أنت تحدثت عن استطلاع يدعوت أحرنوت، يوم أمس أيضا صحيفة هارتس نشرت استطلاعا للرأي أجراه مركز ديالوج خاصا بتوصية من هذه الصحيفة. نتنياهو وفقا لهذا الاستطلاع خسر 27% من قوة الدعم الشعبي الذي كان يتمتع بها خلال العشرة أيام الأخيرة فقط من الحرب، بحيث أصبحت مستويات التأييد حاليا 41%. فيما يتعلق بالمنتصر والمهزوم في هذه المعادلة، هذا الاستطلاع قال بأن 26% من الإسرائيليين يقولون بأن إسرائيل قد انتصرت، مقابل 16%، لاحظ النسبة وهي ليست بسيطة، 16% يقولون بأن المقاومة الفلسطينية هي التي انتصرت، و 54% يقولون بأن النتيجة كانت التعادل. هذه نتائج إضافة إليها الكثير من الاستطلاعات الأخرى التي قد تختلف هنا أو هناك في بعض النتائج، لكنها تتفق بالاتجاه. الاتجاه العام الذي يسير به نتنياهو هو اتجاه نحو الانحدار. نتنياهو كان خلال الحرب يتمتع في بعض الاستطلاعات وصل إلى 80%، وفي بعضها الآخر وصل إلى 77%. الآن هو في لحظة الانحدار، وهو يدرك تماما أن هذه لحظة الانحدار ستصل في مستوياتها إلى درجات الصفر. هذا من حيث الشعبية. من حيث الائتلاف الحكومي، هناك أيضا مشاكل لا تقل ضراوة تواجهه داخل الائتلاف الحكومي، وإن تأجلت حاليا انفجارها، لأن كما أسلفت في البداية الحرب لم تضع أوزارها، فبالتالي هناك ما يشغلهم. لكن هناك أزمات حقيقية داخل هذا الائتلاف
قد تؤدي إلى تطورات سياسية لا يرغب بها نتنياهو ولا يتمناها. طب سيد فؤاد، على صعيد الشؤون الفلسطينية الدولية وبعد حصار دام لأكثر من 8 سنوات وثلاث حروب متتالية تضمنت المجازر والإبادات الجماعية والعائلية، يعني برأيك هل أصبح لدى القيادة الفلسطينية موقف ورصيد كاف من أجل التوجه للمحاكم الدولية فيما يتعلق للحديث عن يعني وضع فلسطين ولمحاسبة إسرائيل؟ أنا لا أعتقد أن بس فقط الحديث أو يتعلق بجزئية المحكمة الدولية. من استمع إلى المقابلة التي أدلى بها أو منحها الرئيس الفلسطيني يوم أمس لتلفزيون فلسطين، صحيح، ومن قرأ لغة الجسد للرئيس الفلسطيني، ومن لاحظ الثقة العالية التي تحدث بها والقوة والرصانة التي تحدث بها، يدرك تماما بأننا، أنا شخصيا على الأقل شاهدت يوم أمس شخصية غير مختلفة لم أشهدها للرئيس الفلسطيني منذ فترة طويلة. هذه تنم عن قوة الموقف، تنم على أن الرئيس الفلسطيني قد قرأ واستقرأ الوضع بطريقة صحيحة، ويرون أيضا بأنه استطاع وفقا اليوم للصحيفة الأمريكية أن يسجل لنفسه الكثير من أوراق القوة والكثير من أوراق المنع السياسية الناتجة عن صمود قطاع غزة وحرب والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذه القوة والمنع التي اكتسبها الموقف الفلسطيني ممثلا بالرئيس الفلسطيني ستخول الرئيس الفلسطيني، إضافة إلى إمكانية الذهاب إلى المحكمة الجنايات الدولية، وهذه جانب قانوني أنا شخصيا لا أستطيع أن أفتي به، لكن بالأهم يمكنه أن يذهب بالاتجاهات السياسية اتجاه الأمم المتحدة، نعم، اتجاه الجمعية العامة، اتجاه مجلس الأمن، اتجاه الإدارة الأمريكية، وأن يطرح المطالب الفلسطينية كما أوضح هو نفسه بشكل واضح بجداول زمنية محددة بسروق سياسية محددة. يعني يوم أمس أنا كنت سعيد جدا حين استمع للرئيس وردا على سؤاله عن الانتخابات الإسرائيلية، حين قال لهم نحن نتحدث عن سياسة، لا يهمني من يفوز في إسرائيل ومن لا يفوز في إسرائيل، لا يهمني ما هي الانتخابات وعن ماذا تسفر، لقد عايشنا رابين وعايشنا شمير وعايشنا صحيح. اليوم نتحدث عن سياسة، هذا نفس قوي، هذا نفس ينم على أن الرئيس الفلسطيني يعيش أفضل لحظاته السياسية وأفضل أوقاته السياسية. الرئيس الفلسطيني، وأنا أتحدث عن الرئيس الفلسطيني هنا برمزيته للنظام السياسي الفلسطيني وليس بالشخص، الرئيس الفلسطيني اليوم يعيش أفضل حالته السياسية، يتعامل مع الموقف بما يستحق من قوة ويطرح الموقف الفلسطيني بقوة. أكيد. لأول مرة منذ 20 عاما أنا أسمع السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني يقول للعالم عليكم أن تحددوا تاريخا محددا لانسحاب إسرائيل من عام 1967، يقول لهم بأن تحديد الحدود، إذا ما دمتم تعترفون بحدود 67 تحديد الحدود على الأرض يستغرق أسبوع ليكون شهر، لكن ليس أكثر من ذلك. هذا نفس جديد، هذا نفس بالطبع يعني قوي لم يلمسه طيلة الفوضى السابقة. يعني سيد فؤاد، كانت الرسالة واضحة من لقاء سيادة الرئيس بأن الكيل قد طفح وبأنه لا بد من محاسبة الجناة قريبا، سواء يعني كانت في هذه الأيام القريبة العاجلة أو بعد حين. كان معنا المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية السيد فؤاد اللحام، شكرا جزيلا لك.